علينا الدكتور مجدي. دكتور مجدي، حضرتك قلت عندنا تصفيات افريقيا في شهر 2 والبطوله العربيه في القاهره الشهر القادم. طيب هل اتفضل يا فندم. هو احنا عندنا البطوله العربيه ان شاء الله في 26 ديسمبر، وتصفيات افريقيا في فبراير. دول محطتين اعداد كويسين ان شاء الله، وبعد كده هنعمل الدوري، هنبدا بقى نظبط مواعيد الدوري وكده عشان قبل ان شاء الله تصفيات الاولمبياد باذن الله. ان شاء الله. طيب هل ممكن يكون تم الاتفاق مع المدير الاجنبي قبل تصفيات افريقيا في شهر فبراير؟ ان شاء الله باذن الله. احنا بدانا فعلا ندرس الاتفاقات وكده ونشوف ان شاء الله يجي باذن الله بعد البطوله العربيه يقعد معنا شويه ونخش على الويندو الاولاني بتاع افريقيا قبل التصفيات الاولمبيات. يعني هل تم تحديد الجنسيه ولا لسه في عدد لا من لسه والله، لا لسه خالص والله. تمام. انا عارف عندك مشاركه ايضا في لقاء الشباب في جامعه طنطا يوم الاربعاء القادم بصفتك طبعا استاذ بكليه التربيه الرياضيه وايضا رئيس الاتحاد المصري لكره السله، وده دور مهم جدا للرياضيين في حث الشباب على المشاركه في العمليه الانتخابيه وفي السياسيه يا فندم. هو مش حاسس الشباب بس، هو لازم نوضح الرؤيه للشباب، نوضح لهم احنا فين، كنا فين، وبقينا فين. يعني الحمد لله مصر بقت في حته ثانيه في كل حاجه. يعني احنا بنتكلم على الرياضه، لو اتكلمنا على الرياضه بقينا في حته ثانيه خالص، مش في الباسكت بس زي ما حضرتك يعني تكرمت وقلت واشدت بالباسكت. لا، احنا لو جبنا كل المنتخبات، العاب جماعيه، العاب فرديه، بطولات استضافات، عندنا بنيه تحتيه دلوقتي غير عاديه كل العالم بيشيد بيها. لازم الناس تشوف مصر من وجهه جديده، احنا بقينا في حته ثانيه. فلازم كل مصر تقف على قلب راجل واحد، وخصوصا في ظل التحدي اللي موجود دلوقتي بالنسبه لكل الدول المحيطه بمصر. احنا يعني مصر في خطر، بس مصر حاميها، وربنا يوفقنا ان شاء الله ان احنا نقدر نوجه شبابنا ونقدر نوضح صورة مصر الحقيقية إن شاء الله بإذن الله. ونشرف بلقائك يا دكتور مجدي، طبعا قيمة من القيم القامات الكبيرة اللي بنعتز بها جدا. دكتور مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، شكرا جزيلا.